استطاعت مملكة البحرين ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي على ضمان استدامة إمداداتها الغذائية من خلال تسريع تنمية القطاع الزراعي والسمكي عبر زيادة نسبة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله. لتحقيق الأمن الغذائي وضعت مملكة البحرين نصب عينيها التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وأخذت بأهداف التنمية المستدامة في تطوير المشاريع الزراعية والسمكية. وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عملت على ضمان استدامة إمداداتها الغذائية من خلال تسريع تنمية القطاع الزراعي عبر زيادة نسبة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية الذي يصل في الوقت الحالي لما نسبته 10%، وذلك عبر استراتيجية بعيدة المدى. كما اعتمدت الوزارة على المبادرات الداعمة لجهود النهوض بالقطاع الزراعي وتشجيع المزارعين البحرينيين على التوسع في الزراعة بدون تربة، إلى جانب الاستفادة من الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية، فضلا عن إدخال نظم الري الحديثة بغية ترشيد استهلاك المياه. التركيز على الأمن الغذائي و دعم مشاريع الزراعة السمكي وزيادة الإنتاج الغذائي من خلال دعم الصناعة النباتية وتخصيص الأراضي إلى هذه إلى الأمن الغذائي، وإن شاء الله إن سوف نقوم بكل الجهود لتحقيق هذه الأوامر السامية لتعزيز الأمن الغذائي. وانطلاقا من حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الاستزراع السمكي نظرا لأهميته في مملكة البحرين، نفذت الوزارة عددا من المشاريع والبرامج مثل مشروع رأس حيان للاستزراع السمكي لسد الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك. الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ودعم سمو رئيس الوزراء الموقر ومساندة سمو ولي العهد حفظهم الله لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأمن الغذائي بات يحتل أولوية قصوى لضمان استدامة الإمدادات الغذائية من خلال تسريع تنمية القطاعين الزراعي والسمكي المحلي. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.